مرحبا. مرحبا بك، عايشك؟ لاباس الحمد لله. عايشك؟ قد من اروح؟ اسمي عبد السلام بن صالح. منين؟ من ولايه نابل بوعرقوب. مرحبا بك. انا مقيم بالخارج. قلت مقيم بالخارج. اي تحديدا؟ اوتاوا كندا. مرحبا. كيفاش كندا توا؟ والله بردة برشا ثلج، برشا برد. دونك فوالا، باش تأقلم مع البرد؟ بشوي. المرة الأولى قعدت ديجا جمعة كاملة ما خرجتش. دونك هذا أول ما مشيت. وي دونك مانيش مستانس بالبرد. دونك قعدت جمعة كاملة في الشوفاج، خذيت كبابت نسبا. فوالا يعني البرد في تونس ما يتقارنش. ما يتسمى شيء البرد في تونس. ديجا ديسمبر وما فماش مطر، ديجا الطقس ربيعي توا. دونك لا مجال للمقارنه. من وقتاش انت مشيت لغاديك كندا؟ 2016. تتسمى مش برشا 7 سنين برسك توا. اقلمت بالسهل؟ اي تاقلمت برشا. ثم حاجات نسيتهم في تونس. تونس شنو؟ ثم بلايس نسيتهم خاطر كنت نعرف تونس من بزارة البنقردان. دونك روحت جسوي دي بي زي. ثم قديش روحت سامح؟ بعد 7 سنين. يعني توا أول مروحة؟ أول مروحة. فاش تحس ماني؟ جسوي دي اللي تبدل علي. جسوي دي بيزي مانيش عارف، ولكن سبا غروسو مودو اول ما هبطت لهنا تونس عملت قهوة. بشوي نعمل ميزاجور ونشوف الامور. شوف معماريين راهو ما تبدل حتى شيء. وي مي المونتاليتي تبدلت، اللعبات تبدلت، حتى اصحابي خليتهم في نيفو معين، في مونتاليتي معينه، لقيتهم في مونتاليتي معينه. يعني خايب ولا للبي؟ ولا ما نجمش نقول للخايب، ولكن بالباهي. كل حد بون، كل فول له في نواره توا. دونك ورا يعني فقدت هكاك اللحمه وانه عبد يسال عليك. بالطبيعه اوتوماتيكمون تتفقد. يعني انا كمشيت بالمونتاليتي اللي مشيت بها خليت اصحابي واحبابي. دونك هم تبدلوا، جو في ان بروغريسيون. دونك زاد تاقلموا مع الوضع، برشا حاجه تبدلت في تونس في سبب. قالك انت كي مشيت تبدلت عليهم؟ بتاتر بطبيعه نتبدل عليهم، خاطرك شي عايش في مجتمع اخر، في مع عقليه اخرى. دونك باش نتبدل صحيح، ولكن ديما نفس البرنسيب، ديما نفس ال عقلية أخرى تخليك أنت تتبدل. خليني أتبدل في البلاصة اللي أنا فيها، ولكن ديما تونسي. يعني كي رجعت اليوم لتونس خليت العقلية ذيك غاديكا وبديت بعقلية التونسي؟ بطبيعة تونسي. لازمك تتأقلم مع البلاصة يعني. أقلم مع البلاصة، لازم نأقلم مع الأصحاب والأحباب والمجتمع. وأنا أصحابك قصرت في حقهم ولا لا؟ يعني ما بقاش الكونتاكت الكبير. شفتهمش أصحابي لحد الآن. كي مشيت لغاديكا يعني نقص الكونتاكت؟ والله ثم شكون وصلت معاهم وثم شكون وقفت الكونتاكت، خاطرك شي شاكان بور سوا. معناها أنا ديما لاهي في الخدمة، وحتى الدار مع والديا مره في ال 24 نكلمهم مره في بعد 3 ايام. دونك سلو لي كونديسيون اوسي. في بريود الكوفيد هذيك جات سي كوشمارديسك. دونك برشا حاجات تبدلت. الحمد لله مازلنا حيين. الحمد لله. المونتاليتي كان ديان، شنية تعلمت منه؟ اللي تعمل على روحك، ما عادش تعمل على حتى حد. يعني ولا شاكان بور سوا دي بور توس. حاجات تعلمتهم جدد كانوش في طبيعتك؟ ما تعلمت نولي ايكونوميست، تعلمت ما نبذرش، تعلمت ما نعملش حاجه زايده. سيتو تصور انه تونسي يبذر ويعمل في الحاجات الزايده؟
ثم شباب توا تبذر، الشباب توا تبذر سانسيرمون دونك فوالا دي سا في الفو الفو سي بريفي فو سي بريفي بور غاني سا في مش نخدموا باش نعملوا حاجات لوكس حاجات لوكس دونك ميم نعملوا حاجات موين يا با سوسي. كي نحكيو اليوم على هجرة الأدمغة ونعرفوا إنه عندنا كفاءة تونسية والكلها تحب الهجرة اليوم. والله أنا ما نشجعهمش باش يخرجوا سانسيرمون خاطر السوق مفتوحة لهنا في تونس و ils peuvent monter chacun de nous chacun d'eux ils peuvent profiter et monter leur projet. كما الميدسان ينجم يعمل اون كابين او بيان اون كلينيك نيس با ينجم يخدم فوالا لونتربرونيا نشجع لونتربرونيا باسكو ليتاتيك مش الناس الكل باش تخدم في الفونكسيون بيبليك دونك شجعهم على الاستثمار الخاص كاو تشجع ما تقولش اللي انا باش نخسر ولا لازم تكون الفوريسكي فوريسكي حتى كان ما نجحتش المره الاولى تنجم تعاود تقوم وتعاود ناس با لين تخطف لين تخطف ويقف على ساقيه خاطرك الغربه مره. تحكي لنا شويه على تجربتك في الغربه. تعبت بطبيعة تعب البريود الأولانية خاطرك شي مش تأقلم مع مجتمع غربي مع منطاليتية غربية دونك نفسانيا تتعب. أنا قلت لك الجمعة الأولى عديتها مريض دونك بعد تالي شهر شهرين ثلاثة وليت نتأقلم وليت بالخدمة واحد دونك والحمد لله طيب خطيت المرحلة لا تعديت المرحلة و كاو الحمد لله. تم في ميزاجور على تونس بطبيعة ميزاجور كاو سبع سنين تبدل اي تبدلت خاصة المونتاليتي خاطرك شي برشا حاجات تبدلت الدنيا صحيح الدنيا غلات ولكن الدنيا غلات خاطرك شي الدولار قاعد طالع هابط سي نورمال باش تغلى الدنيا كاو خلي بارتو ان فيت نحب كلمه اخرى اللي ليترونجي ماهيش جنه لوروب كندا لي زيتازوني سي با لو بارادي لابا حتى هما اللي عنده تو دو شوماج لابا عندهم شوماج عندهم ازمات وعندهم مش حتى هما غاديك يعانيوا في البطال بتبيع دونك كلمه الختام كلمة الختام تونس باهية يلفو لون بروفيتي نشجعكم على الاستثمار واخدموا بلادكم سيتو الهجرة ما دومش لاربر ني بلو فير ايور.